طب ولم أخطب ولن أنخطب لمدة 5 سنين قدام. يعني بعد 5 سنين فكروا بنات والله سجدوا الدبلة. شفت اليوم اكسبلور ترى أنا ما هي دبلة ذي، هذا خاتم جاني من متابعيني ووصوني إني ألبسه، جايبين لي خاتم متابعيني تزوجوني، جايبين لي خاتم أقنر واللي وراها توقع كارتير، لبستهم مع بعض. بس تكفون بنات تكفون. و خطيب ما ادري ايش يسمونهم قمع خطيب يقول ايه يقول اكيد واحده جميله زي اكيد بيقول وسره بعد دور طويل. بس انه اني بوافق ما افكر بهذا الشيء ابدا، مو قصورا بالناس اللي تجي لا، بس انا ابغى انجز لنفسي، ابغى فعلا اصير بزنس وومن، ابغى احس خلاص لما يجي احد يتقدم لي يقول لي مهرك 300,000 اقول البزنس وومن ما يرتخ 300,000 مهري 13 مليون، فهمت زي كذا من كثر ما انا عندي فلوس. فخلوني اطمح اطمح، اذا مرت 5 سنين وشفت طموحي لما يتحقق، لان تعرفون بعض الاحلام تكون احلام اليقظه، فاذا ما تحقق هذا الشيء وقتها يصير خير. سمعنا هالكلام كثير، وش قصدك يعني مسوي ليش بتصدي لي شيء؟ اصلا حتى لو تزوجت بقول لكم شيء عني، انا لو تزوجت بيصير صدمه في حياتكم. يعني ما ححل بالزواج اصير غبيه كل شوي اقول مخطوبه كذا واحلى بالخاتم واوريكم كذا، ماني غبيه. انا لو بتزوج بوم طاطا عشان المشاهدات تضرب فجاه كذا يصير عندي 13 مليون مشاهده، ما ادري ايش فيني على 13 مليون صار اقولها واجد، يو شكله بيجيني من جد. فبقول لكم ها توقعتوها ما توقعتوها، ميار مو بس للتربيه والتعليم، ميار للمفاجآت كمان. المهم بسم الله نبدا نفتح الشعرات. بنات بسألكم سؤال،